فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم غسل الحصى لأجل الرمي به؟ هل هو مشروع؟ لا دليل عليه، لا دليل على ذلك، يذكر بعض الفقهاء ولا دليل عليه. من النكتة في عبارتهم يسن لا يسن غسل حصى الجمار، قرأها واحد وقال ولا يسن غسل خصى الحمار، ولا يسن غسل خصى الحمار. نعم.